مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من تحت الطبع، البرنامج اللي يعني بنتجول فيه بالقراءه والتحليل في احدى صحفنا المصريه اذا كانت قوميه او خاصه في عددها الجديد اللي هيصدر ان شاء الله غدا، واحنا بنجيب لكم الاخبار اول باول. واسمحوا لي ان احنا نرحب بضيفنا الاستاذ علاء عبد الوهاب سكرتير عام تحرير اخبار اليوم اللي ان شاء الله هتكون الجريده اللي معانا. اهلا بيك يا استاذ علاء. عايزين نبدا على طول ونبدا جولتنا من الصفحتين السادسه والسابعه للاخبار، وطبعا الحدث المهم اللي يعني حصل امبارح اكيد انتم مكملين معاه. استعرضت الجريده متابعه على الصفحتين لتداعيات محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي في جلستها الاولى، وجاء العنوان: مرسي ليس سوى فرد في عصابة حاولت سرقة مصر وتدميرها. محاكمة المعزول تثير شهية الأطباء النفسيين والساسة والقانونيين والثوار خبراء علم النفس. مرسي فقد الثقة بنفسه ويخفي ذلك بعناده وترديده. أنا الشاعر. طبعا اكيد كانت يعني حاجه مهمه ومتابعه كل الجرايد وكل القنوات كانت ليها برضو، بس واضح ان انتوا استمريتوا في التحليل لان التداعيات اكيد حدث مستمره. طبعا حدث يساوي الحقيقه، الناس انتظرت طويلا هذه اللحظه، لحظه دخول مرسي الى القفص، ويعني يمكن احنا بسبب بالفعل تشكيل عصابي سقطت عنه كل الأقنعة وحتى ورقة التوت يعني. يعني أنا كنت شايف الناس يكادوا يكونوا أقرب إلى العراة وهم واقفين في القفص بالتصرفات الطفولية اللي تخليك تندهش إن دول كانوا رجال القصر ودول الحلقة الضيقة اللي بتصنع القرار في مصر وبتحكم مصر. يعني شيء يعني مذهل الحقيقة إنه يبقى دور أخيب مساعدي عتريس في شيء من الخوف هو اللي بيلعبه الراجل اللي للأسف في لحظة بره التاريخ حكم هذا البلد، أو كان يعني يحرك بكل ماريونيك بأيادي الأقوياء في مكتب الإرشاد من المقطم، إنما يعني وقع الحال إنه هذا الرجل كان رسميا هو الرئيس وما زال مصر على الدور رغم إن هو بقى من الواضح تماما إن هو كان يعني مجرد عروسة على مسرح العرائس يحركها الاخرين. طيب اسمح لي، يعني بمناسبه التداعيات احنا شايفينها طبعا على صفحات الفيسبوك وصفحات تويتر، وكتير ناس بتطلع من المؤيدين لمرسي بيقول لك شايفين الاسد في القفص والشرعيه وان هو يعني ارهب المحكمه والكلام اللي بنسمعه اللي هو بشكل ما هو كلام غير عقلاني وغريب. والله انا شايف ان الاخواني اصله قط، او تحديدا الدكتور مرسي، لانه الناس كانت بتقول خبراء الامن اللي عارفين يعني الفرد الاخواني وراء الاسوار كيف تصرف، قال لك لا هو كان متدلع وهو في المكان الامين في عهدة الجيش، انما لما الداخليه تستلمه هتشوفوا حاجه تانية. وبالفعل لما الداخليه استلمته لبس زي المحبوس الاحتياطي الابيض وبقى جميل واليف يعني. فاللي انا متصوره بالفعل انه الخطير فيما نشاهده الآن هو كيف انطلع على الشعب المصري ان هو يأمن ويعهد الى تشكيل عصابي بحكمه ولو يوم واحد، مش 365 او 368 يوم اذا ما خانتنيش الذاكرة. فالحقيقة المحاكمة لا تثير فقط شهية الاطباء النفسيين والساسة والقانونيين، ولكن كتاب الكوميديا السوداء وكتاب المسرح الهزلي. يعني انا اعتقد ان هذه المشاهد ستسجل في يوم من الايام مش باعتبارها من ضمن الدرامات المحترمة او حتى التراجيديات التاريخية، لان يعني اللي حصل ده ادنى بكثير من ان هو يدخل حتى تاريخ الفن تحت هذه اللافتات الفخمة. يعني انت بصدد كوميديا سوداء ناس مش متصورة كيف يكون الحكم ولا مفهوم الشرعية، على عكس فترة طويلة كانت الناس بتقول لك لا ده هم محترفين سياسة، ده هم لعيبة في واستنينا مشروع النهضة السياسية هم وكذا. فهذا المشهد كان فتحا لحقيقة هؤلاء وجوهرهم الخاوي. طيب انتوا كاتبين خبراء علم النفس بيقولوا مرسي فقد الثقة بنفسه ويخفي ذلك بعناده وترديده. انا الشرعي يعني أيوة يعني انا لما ببقى قوي بتصرف بفعل يعكس قوتي، انا لما ببقى لطيف ودمي خفيف بتكلم كلام يضحك الناس بشكل يعكس خفة دمي، انما ما بقعدش اقول انا دمي خفيف ولا انا قوي،
فلانك تعلم انك غير شرعي فليس امامك غير اللغو والكلام لتؤكد بيه لنفسك قبل الاخرين ان انت فيك الصفة الفلانية او الصفة العلانية. وده اللي شفناه طبعا من حركة المحامين بتوعهم من نفس الشيء ينسحب لانه يعني كلهم نفس التشكيل بروباغندا عشان نفس التكوين او نفس التربية العقائدية والفكرية الضحلة الحقيقة. طيب احنا ما زلنا برضو في اجواء محاكمة مرسي، وفي الصفحة الثامنة كواليس رحلة الرئيس المعزول لسجن برج العرب، رفض النزول من الطائرة وطلب من قائدها الاقلاع مرة اخرى ثم امتثل للتعليمات. مرسي قضى ليلته الاولى مكتئبا بعد تسلمه رقم السجين وارتداء الملابس البيضاء. يعني ما ده اللي انا كنت بقوله من دقيقتين، انه بالفعل يعني هؤلاء الناس لا يفهموا غير لغة واحدة بس هي لغة القوة ولغة الاوامر الحاسمة الحازمة اللي الخروج عنها او عدم الامتثال ليها يساوي عقوبة بنواح السجون. يعني ليس تجاوزا للقوانين، ولكن السجون اقرب التعامل معهم لما كانوا بدأوا التعليمات. لما ترفض دخول الزنزانة في بعد وقت التريض عقوبتك كذا. لما ترفض الاكل عقوبتك كذا. لما ترفض الطابور عقوبتك كذا بالقانون. طيب استاذ علاء، يعني اسمح لي، احنا في المحاكمة امبارح اساسا يعني خبراء القانون قالوا ان مرسي كان المفروض ياخد 3 سنين حبس لمجرد اصدراءه المحكمة. تمام. يعني اللي هو قام بيه امبارح ده يعتبر في عرف القانونيين اصدراء للمحكمة والقاضي. ده في القانون من حق رئيس المحكمة ان يوقع هذا الجزاء على من يرتكب مثل هذه السلوكيات. انما انا ظني ان المحكمة كانت ذكية الحقيقة في تصرفها، وفوتت عليهم ان هم يبقوا شهداء او مستهدفين، او ان المحكمة مجهزة موقف مسبق هتتعامل بيه مع المتهمين. فبالعكس انا شايف انه ده كان تصرف غاية في الذكاء والحكمة من جانب. طيب قبل ما نتنقل من الملف ده، انت شايف بالشكل ده ان المحاكمة هتطول لقد ايه؟ يعني بتوقعاتنا دي لو كل مرة هيحصل بالشكل الهزلي ده يبقى المحاكمة هتطول، وفي نفس الوقت برضو من الواضح ان هم مش هيدوا فرصة للمحكمة ان هي لا ظني اصل هو انت هتيجي هتدخل القفص هترتكب مثل هذه السلوكيات انت حاضر، ولكن لن يكون من حقك استكمال الوجود امام هيئة المحكمة. عندك دفاع بالفعل. انت ارتكبت ما يستحق طردك، سيتم استكمال الجلسة. فهم يعني اذا كانوا بيراهنوا على ده يبقى رهان شديد للخيابة يعني الحقيقة. وظني انه محامي مبتدئ اولا من سنة تانية حقوق او تالت حقوق ما عندوش لسانس يقول له يا بابا ما عندتش تعمل كده حبيبي، علشان ده هيضرك وهيعرضك لمواقف شكلها مش لطيف، ويكشفك اكتر واكتر كل مرة، ويخلي حتى من كان قد يتعاطف معك حتى هذا التعاطف الانساني ستفقده. ظن ده يعني. واحنا لسه في حلقة واحدة في اول محاكمة من 10 قضايا. والمهم ان شاء الله مهم القضايا المهمة لسه. طيب هنروح برضو يعني للصفحة الرابعة للاخبار، ومنشط الاخبار تنشر قرار الاتهام والتحقيقات في قضية مذبحة رفح الثانية والتخابر مع القاعدة، حبارة وتنظيمه قتلوا واصابوا 45 ضابطا ومجندا بسيناء وبالبيس. هو طبعا المشهد انا شايف ان هو في قدر من التداخل، يعني ما حدث في سيناء ما حدث في مصر بطولها وعرضها خلال هذا العام ليس منفصلا وليس مجموعة من الحدث المنفصل. يعني الحدث مش جزيرة، الحدث جزء من كل. يعني ما حدث من سيناء في المذبحة الاولى وفي المذبحة الثانية وفي العمليات القذرة اللي بترتكب يوميا بتستهدف اما ضباط واما بعض المدنيين واما بعض المنشآت الرسمية او غير الرسمية، كل ده في الاخر جزء من كل. يعني هي مجموعة من وهي والمؤكد ان هو ايوه هيربطوا. فانا اعتقد انه اخطر ما في القصة هو البعد اللي يؤكد الخيانة. يعني مسألة التخابر دي تؤكد ان من كانوا يحكموك كانوا خونة للأسف، ان من كانوا يهددون بهؤلاء الذين يهددون اوكار في سيناء ليسوا اصحاب قضية، ليسوا مصريين اصلا. ليسوا اصحاب قضية، ما عندهمش شيء محترم بيدافعوا عنه ويدفعوا ارواحهم ثمنا ليه، ولكن في الحقيقة هم اذرع
لاخطبوط يتحرك في المنطقة كلها، وكانوا يتصوروا انه نقطة الارتكاز اللي في سيناء ستمكنهم من مصر ثم يكونوا أداة لتنفيذ مخطط على اتساع المنطقة. بالفعل، وطبعا يعني ان شاء الله ده دليل برضو على قوة القوات المسلحة، وان هي قدرت ان هي يعني تضبط طول واكيد تضبط، وده اللي هيدخلنا على الخبر اللي بعده، وهي متابعة للعملية الأمنية المستمرة في سيناء. ومطالع من الصفحة الرابعة ايضا، قطع الاتصالات الهاتفية فجرا تحسبا لتفجير مبنى المخابرات برفح، والقبض على 3 عناصر ارهابية اطلقت النار على المدرعة بعد مطاردتهم في الصحراء. ومن الواضح ان المخابرات الحربية شغالة كويس جدا وبدأت تقطع هي الاتصالات على العمليات. المشكلة انه هذه المقرات موجودة في الكتلة السكنية، فمسألة التأمين هنا بتبقى اصعب ما تبقى موجود في منطقة مكشوفة مثلا زي بالظبط زي ما بتتكلم عن أكاديمية الشرطة ومعهد أمناء الشرطة. ده جوه كتلة سكنية وده في مساحة مكشوفة تستطيع انك تؤمنها من كل الاتجاهات. ودائما لما بتتعرض لعمليات ارهابية بيكون الضرر الاول بيقع على المدنيين للأسف، وليس على فهنا يعني هذا الاجراء انا اعتقد انه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فانا اعتقد انه المخابرات بدأت تتحسب وحتى التوقيت نفسه واضح انهم بياخدوا يعني عندهم معلومات اولية، اداء أعلى استباقي. استباقي. لا اداء استباقي، يعني مش هبقى طول الوقت مستني رد فعل. انت كده انتقلت من رد الفعل الى الفعل. واعتقد برضو انه ده تطور نوعي عملية المطاردة اللي تمت في الصحراء، لان هم كانوا تعودوا ان هم عندهم سيارات دفع رباعي وعندهم يضربوا عالية وبيهربوا، في كل مرة بيلاقي من الدهاليز والضروب اللي هو حافظها ما يجعله يفلت بجرمه ولو مؤقتا يعني. تمام، طيب هنروح للصفحة الثالثة للأخبار وعن اجتماعات لجنة الخمسين الخاصة بالدستور. نتابع، لجنة الخمسين تبدأ اليوم التصويت على مواد الباب الأول من الدستور. النور يفجر أزمة سبب كوتة المرأة وموسى الانتهاء من القراءة الأولى للمسودة غدا. ده يؤكد الحقيقة حاجتين، حاجة إيجابية تتمثل في إن احنا ماشيين الحمد لله بوتيرة طيبة في إنجاز خارطة المستقبل، وأرجو انه يعني كل الناس اللي بتقع في خطأ خارطة الطريق يا جماعة هذا المصطلح ساء السمعة واحنا مستوردينه من الامريكان وبلعناه، انما احنا اللي بصددوا الحقيقة واللي قالوا الفريق السيسي في 3/7 هو يتعلق بخارطة المستقبل. اذا هذا الانجاز داخل لجنة الخمسين باتجاه الوصول الى دستور يسلم لرئيس الجمهورية ومن ثم يطلب الاستفتاء، احنا ماشيين بخطى طيبة. ده الجانب الطيب في الجانب السلبي. الجانب السلبي الحقيقة مسألة حزب المرأة. يعني كل ما نحاول نبلع حزب النور باعتبار انه فيه هامش يفرقوا عن الاخوان، هم عايزين يؤكدوا ان هم في الاخر كلهم حاجة واحدة وكلهم فكر واحد وكلهم يعني رضعوا من نفس الثدي وشربوا نفس الافكار العقيمة. يعني انا مش فاهم يعني النهاردة المرأة دي مش امي واختي وبنتي وزوجتي وكذا، يعني انا مش مستوعب ان ناس في القرن 21 بتفكر بهذه الظلمية وهذه الرؤية المتدنية للمرأة اللي هي اصل الحياة. يعني انا يعني ارجو انه يبقى في عناصر مستنيرة تاخد بايدهم بس ويعبروا الى القرن 21 ويعيشوا اللحظة اللي اعتقد ان العالم بيطل علينا وبيشاهد التجربة يا جماعة. يعني مش لازم تصدروا وللأسف يتم تصدير هذا المشهد على انه شوفوا الاسلاميين بيفكروا كده، يبقى اذا هم بيستندوا الى عقيدة بتأمرهم بده ليه. طيب خلينا نتنقل بقى الموضوع مهم ومن الصفحة 6 وخبر مهم جدا، وفد من الكونجرس الامريكي يصل لبحث مصير المساعدات. هو الحقيقة يعني مكان كيري موجود امبارح وكان ده نوع من الاشهار لباقي الاخوان. يعني انا ممكن اصف برجماتية الغرب او الامريكا تحديدا انها يعني مش عايز اقول واقع حقزر يعني برجماتية فجة قوي. يعني ماشي كل نظام سياسي او كل دولة عندها مصالحها وتحافظ عليها، انما بهذا الشكل الوقح يعني انا مش متصور الحقيقة ساسة بهذه المعامله على انه هو العالم على الاحوال. خلينا في الوصول هذا الوفد من الكونجرس علشان يبحث مصير المساعدات. انا اعتقد ان دي خطوه